وللمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. استاذ جميل، بعد التحيه، يعني الانتخابات الرئاسيه المصريه شهدت اشادات من منظمات اقليميه ودوليه بنزاهه سير العمليه الانتخابيه، كيف تابعت ذلك؟ هو في البدايه طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. احنا شايفين الانتخابات الرئاسيه ده كان عرس انتخابي، عرس للديمقراطية، عرس للوعي الفطري لدى الشعب المصري. الشعب المصري أغلب المواطنين المسجلين في قوائم الانتخابات كانوا متواجدين وأدلوا بأصواتهم، وده من خلال وعي المواطنين. طبعا كان في تسهيلات كبيرة جدا من الهيئة الوطنية للانتخابات، التسهيلات اللي تم تقديمها وتم العمل عليها. بالعكس، كل لما كان في ملاحظه او شيء كان بيتم تلافي اي اخطاء والعمل على تصحيحها فورا، والعمل على التيسير للمواطنين من خلال طبعا كبار السن، من خلال ذوي الهمم، التسهيلات داخل اللجان وخارج اللجان ايضا، بالنسبه للتنظيم اللي كانت بتشرف عليه طبعا، والتامين بوزاره الداخليه المصريه. العمل كان باستمرار، و زي ما بقول البطل بتاع هذا العرس هو المواطن المصري اللي قدر ان هو يشارك، كان عنده الوعي الفطري بيحافظ على دولته، بيحافظ على الامن القومي للدوله. كل لما يكون في ازمه او المواطن المصري بيستشعر بالازمه بيقف بجانب دولته بشكل كبير جدا، وده على تاريخ المواطنين المصريين والشعب المصري، وليس وليد اللحظة. كل ما يكون في أزمة، احنا معروف في الوقت الحالي طبعا الحدود المصرية كلها ملتهبة، شفنا أيضا أزمة في قطاع غزة، محاولات التهجير القسري، نسمع عن محاولات لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وطبعا ده كان خط أحمر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي. نزول المواطنين ده تأييد وتفويض للرئيس القادم على اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، ولحماية الحدود المصرية والمصالح المصرية في كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ده نتج عنه طبعا الإشادة الدولية بالانتخابات الرئاسية، الإشادة الدولية بالتنظيم اللي كان حاصل في كل محافظات الجمهورية، إشادات طبعا من المرشحين نفسهم الأربعة. ما كانش في طعون على الانتخابات أو إجراء الانتخابات أو في شكوى قدمت للهيئة الوطنية الانتخابات من المرشحين الأربعة. ده دليل على الشفافية، دليل على النزاهة، دليل على الديمقراطية والعرس الديمقراطي الانتخابي الذي تم في مصر. ده طبعا نتاج، كل ده نتاج الحوار الوطني وما حدث في الحوار الوطني، وحالة الزخم السياسي اللي كانت موجودة في الحوار الوطني نتج عنه ان يبقى في ثلاثة مرشحين من الأحزاب المعارضة داخل الدولة المصرية، انه يبقى هدفهم ان هم يصلوا الى رئاسة الجمهورية او ان يكون لهم دور في العمل السياسي خلال الفترة الحالية. مسألة الوعي التي أشرت إليها أستاذ جميل ربما ترجمت لنسبة إقبال غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية وكل الاستحقاقات الدستورية السابقة منذ نشأة أو تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا مشاركة واسعة من قبل جميع الفئات المصرية وسط إشراف قضائي كامل. إلى أي مدى يعكس ذلك ثقة الشارع والناخب المصري بأهمية تلك الانتخابات وأهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات؟ هو طبعا ثقة الشارع والمواطن المصري في الهيئة الوطنية للانتخابات وفي الإجراءات التي تم الإعلان عنها بداية من تشكيل الهيئة الوطنية والإجراءات اللي تمت، بناء على زي ما قلت لحضرتك الوعي الفطري لدى المواطن المصري في وقت الأزمات والوعي بما يحدث حول الدولة المصرية. المواطن المصري لديه شعور داخلي بالأمن القومي المصري والحفاظ على الأمن القومي المصري. التاريخ بيشهد بذلك، بيؤكد من حرب 67 لما التفت الشعب كله خلف القوات المسلحة، ثم بعد ذلك في حرب أكتوبر 73 الشعب خرج بأكمله يوم 30 يونيو 2013 لإزاحة أكبر تنظيم إرهابي على مستوى العالم من حكم مصر. الشعب قدر إن هو أيضا
بوعيه وبإدراكه أنه هو يقف مع القوات المسلحة ومع الدولة المصرية والشرطة لمحاربة ومكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية، قدر المواطن المصري والشعب أنه هو يقف مع التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ويتحمل بشكل كبير الأعباء الإصلاح الاقتصادي. وده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أن نجاح الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية يتحمله الشعب المصري، ولم يكن ينجح إلا بتحمل الشعب المصري لهذه الإجراءات. شفنا أيضا في وقت الأزمة في الوقت الحالي وما حدث من الحرب في قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر حتى وقتنا هذا، التف الشعب المصري حول القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي، للحفاظ على مكتسباته ومقدرات الشعب المصري. الشعب قدر أنه هو يحقق خلال العشر سنوات الماضية العديد من المكاسب في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال أيضا التنمية الشاملة، قضاء على العشوائيات. كل ده كان مكتسبات للشعب المصري ومكتسبات للمواطن المصري، خلق فرص عمل جديدة للشباب. كل ده خلى المواطن المصري بكل فئاته، الشباب والرجال والنساء وذوي الهمم، انه يكون لهم دور في هذه، يكون حريص على المشاركة في الانتخابات واستغلال حقه الدستوري. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.